أما بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة دار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال شهر محرم لعام 1444 رأس السنة الهجرية. كل سنة وحضراتكم بألف خير. وكمان النهاردة هيتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، بنتمنى التوفيق لجميع الطلاب. طبعا ده غير أن النهاردة في ثلاث ماتشات مهمين هيتلعبوا في الدوري المصري، خلونا نشوف التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال شهر المحرم لعام 1444 هجرية، وطبقاً للحسابات الفلكية اللي بيقوم بيها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر المحرم هيكون النهاردة مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 6:56 دقيقة بالليل بتوقيت القاهرة. كمان النهاردة هيعقد الأزهر الشريف الساعة 2 الظهر مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة السنوية الأزهرية لعام 2022، وده بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وخلال المؤتمر هيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة السنوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وكمان شهادة الشعبة الإسلامية. النهارده هينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حلقة نقاشية حول كتاب سيوة حدوتة عمران للدكتور حاتم الطويل أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، واللي أصدره التنسيق الحضاري ضمن سلسلة ذاكرة المدينة اللي بتستهدف التعريف بالمدن المصرية المختلفة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة. هيلتقي فاركو مع طلائع الجيش الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي الجونة مع الإسماعيلي، وتسعة بالليل هيلتقي الزمالك مع فيوتشر.